اليوم شو الاسعار اليوم؟ نعم خيار من الله. بيجي الخيار الطماطم 300 دينار؟ لا الطماطم 50. لا والله. والله. السلام عليكم، هذا بصل ايراني تصدير ايران، هذا تحميل اليوم درجة أولى جاي من باحث بربع دينار على المباشر بربع دينار، هذا البصل نوعية هم ايراني درجة أولى، هذا جنبي 150 دينار، هذا بديت درجة أولى ايرانية درجة أولى جاي من باحث 5.5 درجة أولى 5.5 500 درجة أولى ايرانية وبيها تراجع زرع كله ايراني، هذا تفاح هم درجة أولى ايراني واقف ضار التفاح ضار هذا ب 300 دينار وبمجاعي على ربع دينار، تفاحة درجة أولى إيراني. طماطم 500 وقاعدة بالسوق، حتى مشتري وما تصور ماكو مشتري. صور صور عمار صور. هاي شو قاعد؟ هذا كله ب 300 دينار. شلون ب 300 دينار؟ هذا عم برتقال ب 400 دينار. بعد شنو عندك؟ هذا ب 400 دينار، خيار عم بربع. صور عم شنو؟ هاي بوتيتا ب 500 دينار، شو اسمك بعد؟ بوتيتا ب 500 دينار. السلام عليكم، الساعة هسه 3:18 دقيقة. حتى مشتري وما في السوق قاعد، باع صور صور بضاعة. ما حد يشتريها. لا بيع ولا مشتري. كلها بالسوق قاعد. كلها قاعد. لا بيع ولا مشتري. هالبيت الباذنجان ليش ينباع؟ 500. 500 دينار هالبيتنجان عراقي. عراق 500 دينار نزل. برتقال ب 400، تفاح ب 400. برتقال ب 400، بطيخ ب 400. بعد شنو؟ قنابيض ايش ينباع؟ بربع. بربع قنابيض. باقي له 150. ب 400 بعته بربع ب 300. خيار عراق وصار 400 باعه بربع. باذنجان بيع. الاسود هذا طوال، وين الاسود؟ صور هنا. هذا الاسود. هذا الاسود 7.5 بعته ب 600. 600 ب 500 بايعه، باذنجان سعيد ب 750. بعد شنو؟ البوتيتا طابه ب 6.5 بعته ب 500. طماطم 500 دينار ب 600 دينار. بطاطا اليوم ب 400 ب 500، باذنجان 400 و 500 دينار. بعد شنو هالفيديو نزل؟ شنو البضاعة فر الفر فر على العيون شوف البضاعة قاعدة حتى بقال ما فيك تشتري ب 400 دينار و 500 دينار 600 باعت حسب النظافة الباذنجان يوم ب 400 دينار بوصل 200 250 الخيار بربع 300 دينار ترى رقم كل هذا اسعاره منا غاليه وجاي من دوله الدوله قاعد تخسر جاي نيران هنا مصر زبال اسعار قاعد تخسر يعني مو جايه ببلاشيه هم عليها مشترى وعليها هاي سوق متروس زرع خلي يجون اي واحد يجي يشوف خي يشوف